كلنا نخسر شيء غالي علينا وقريب مننا، بس ايش هو الخساره وايش الشعور اللي نحس فيه بعد الخساره؟ طبعا جاوبنا على هذه التساؤلات الاستاذه لميا الدوسري، اخصائيه ومدربه حياه. اهلا وسهلا فيك استاذه. اهلا وسهلا حبيبتي. طبعا الله يسعدك. نور نور. طب نعرف ايش هو مفهوم الخساره في البدايه؟ أكيد. هي الخسارة بمفهوم عام هي فقدانك لأي شيء يصل إليك بشعور ضياع وتيه بمفهوم عام، لكن تختلف من طفل، من ذكر، من أنثى، حتى على حسب البيئة، على حسب المنصب، الخسارات تختلف، قد تكون خسارات مادية وقد تكون حسية معنوية. جميل. طيب بالنسبة للمرأة، خلينا نتكلم عن المرأة تحديدا، متى تحس بالخسارة؟ المرأة بصفة عامة تشعر بالخسارة عندما تفقد أمرا يغير كيانها كأنثى يعني. فممكن هي تخسر مبلغ من المال ويعد خسارة ويؤثر على نفسيتها، لكن تقدر تتجاوزه. لكن لما تكون خسارتها في جانب شعورها بكونها أنثى أو من جانب رجل أشركتها هذه الحياة، هنا الخسارة عظيمة جدا، خصوصا لما تبدأ يعني تتحول، بدل ما أنها هي تعرف حالها أنه هي تكون سوفت أو ناعمة. صحيح. أو تكون تخرج من الصورة. ساهمت الخسارة في رسم معالم على شخصيتها. فبالتالي تتغير. فيه نساء فترة وترجع أقوى، حتى ممكن يصدم المجتمع اللي حولها، يصدم بالشخصية هذه من وين طلعت، فكأنها كسرت قناع وخرجت. صحيح. وفيه أخريات لا، تبدأ في انحدار إلى كأنها غير موجودة. تدمر نفسها. عزلة، تبدأ بالعزلة، بالاكتئاب، بلوم الذات والشعور بالذنب. يعني حتى وإن لم تخطئ وتكون هي سبب في خسارتها، هي تشعر أنها المخطئة. أعتقد أول ما تبدأ تلوم نفسها، هذا أول شيء تسويه. لو أنا ما سويت، لو حتى ممكن تقول لك لو أنا تنازلت، لو ضحيت، لو ما كنت بالكبرياء، ممكن تلوم أشخاص كانوا دائما ينصحونها. وترى كلامهم صحيح ومبدأها صحيح وموقفها صحيح، لكن الشعور اللي قلتي أنت، شعورها باللوم والذنب لذاتها هو اللي يجعلها تلوم هذه النفس. وإحنا نسميه جلد الذات وتدميرها وخلوها من الاستحقاق إلا أن تتلاشى. هل تكوينها كأنثى يلعب دور في شعورها بالخسارة؟ أكيد. كيف؟ رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير. لما وصفها بالقوارير؟ لأنها أصلا هي كالزجاجة. ترى مهما بلغت قوتها وشكلها والهيمان والسلطة، إلا أن أي خدش يؤثر فيه وصدع بسيط يؤثر على هذه الشخصية. ممكن ما يبين مع الشخص اللي سبب في جرحها، لكن مع العالم اللي هي مسؤولة فيه ولها حكم في دائرتها، تعالي شوفي التصدع اللي راح تسويه على أبناء، على زوج، على عمل، على موظفين هي ماسكتهم. لأنه يبقى في نفسها شيء. ترى الأنثى زجاجة تكونت، شيء رسمتيه بتشوفين جمال الزجاج، شيء كسرتيه بتشوفين هذا الخدش لو بعد سنين يبقى الأثر في كلمات. طب هذه الخسارة يا أستاذة، يعني الخسارة والكسر، وإنها هي اضطرت إنها هي تتغير وتكون صلبة أو تكون حتى أقوى، اضطرت. والأشياء هذه كلها اضطرت، لكن هي عشان تقدر تتأقلم وصلت لهذه المرحلة. هل نقدر نقول إنه بهذه الطريقة إنه المرأة تقدر تعوض خسارتها؟ تقدر. أي. وبقوة. لكن أي امرأة. أي. مو الجميع ترى. بعضهم هي تعلن مو خسارة، تعلن فشل وانهيار. كانهيار دولة تامة. لكن الأخريات ممكن تستعيد بناء شخصيتها، ترى أن هذه الخسارة سواء كانت شخص، سواء كانت مادية، سواء كانت حسية، أيا كانت، تستعيد قوتها، تركز على مناطق القوة في شخصيتها، على إمكانياتها، على مهاراتها، وتبدأ تشتغل، تحدد مسارها، تشغل نفسها، نوع من أنواع الإلهاء النفسي. فتبدأ تشغل نفسها بمهام أخرى. بهالطريقة المجتمع يرى هذا الضوء في شخصيتها ويبدأ يتسلط عليه، فكأنهم أعادوا ترميم هذه الشخصية. لكن لو بتركز على سيئات شخصيتها بتنهار. طب أنا أقول لك إنه كيف مثلا تقدر هذه السيدة اللي خسرت، سواء كان شخص قلتي لي أو ماديا أو معنويا، كيف تقدر ممكن تتأقلم مع هذا الخسارة غير إنه هي تشغل نفسها؟ تأقلم بتشغل يعني نفسها بإيه؟ يعني إيش تقدر تسوي؟ تمام. تأقلم هو ترى نوع من أنواع التكيف. أبدأ أتكيف، أعلن خسارتي، أنا خسرت. تقول أنا خسرت. إيه أنا خسرت عادي. تقول لنفسها. إيه ممكن. صح. أنت أختها، صديقتها، ممكن لنفسها، في قناعة داخلية تبين إنه أنا خسرت، إيش المشكلة؟ مو نهاية العالم. ممكن نقطة الخسارة في هذا العمر هي نقطة مفتاح الشخصية القوية. صحيح. ممكن الخسارة لأن الله أراد إزاحة هذا الأمر ليأتي. صحيح. بدلا أخير منه. فقناعتها بهذا المستوى تبدأ تركز. ممكن تكون شاطرة برسم، ممكن تكون شاطرة بإلقاء، بكتابة قصة قصيرة، بتكوين علاقات، تبدأ تكون علاقات في تدريب في أي شيء.
فبهالطريقة تبدأ نوع من الإلهاء النفسي مثل ما ذكرت ويكون شخصيتها. كمان يا أستاذ لم يعني على حسب ما فهمت من كلامك إنه أكثر ما يؤثر في كسر المرأة العواطف. أكيد. طيب خسارة المرأة للرجل. صحيح. خسارة المرأة للرجل كيف ممكن يرمم ويعوض؟ طيب إحنا سابقا ترى ممكن نعمم كلمة مرأة عاطفية. لكن الآن في مرأة ذكية عاطفية بحيث أنها تحكم هذه العاطفة القوية الجامحة بنوع من الذكاء والعقل، فتقدر تسيطر على عاطفتها في مواقف وإدارة انفعالات، وتقدر تسيطر على هذا الرجل وهذه الشخصية فيصير في اتزان. لكن لو خسرت هذه النقطة ما راح تقدر. حاليا بتقول لك وممكن نسمع وكثير حتى رشناها من نهار خلاص راح يجي غيره، الدنيا ما توقف عليه. صح. وبتقول صح. لك وبتقول حتى لو كان قدام أبنائه هي مو همها حتى جرح مشاعرهم، هي الآن تفكر صراحة في عاطفتها اللي خسرتها. فأنا خسرتها ممكن تقول لك حتى لو هي غلطانة هو ما يستاهلني. تبدأ تعزز نفسها بعبارات، وإذا كان حولها أشخاص فعلا قادرين يعلون قيمتها الاجتماعية والمعنوية تبدأ تتكون شخصيتها وتتخلى. بيبقى في النفس ترى ندب وجرح لا يزول أثره، لكنها مع الوقت هي قادرة على وضع بناء على ذلك البناء القديم الدارس فتكون شخصيتها. لكنها لو تقف على نقطة على العاطفة عموما ترى هي ملامة الوحيدة. الملامة الوحيدة؟ هي ملامة الوحيدة على عاطفتها الجامحة. أي. يعني ليه ما يصير في ميزان عندك؟ أنا ما أقدر أقول لك كوني رجلا يعني بعقلية الرجل وذكاءه حتى في عواطفه، إلا أنك تقدرين تحكمين نفسك في أمور. مو مشكلة يشعري بالخسارة الآن، تقبلي نظرات الفشل ونظرات المجتمع اللي ممكن أنت في مجتمع ما تبغين يشوفونك بهالنظرة، أنك ما عرف قيمتها أو أكيد لقى عليها شيء أو اللي إحنا نسمع. ما هي نظرة الاستعطاف لحالها هذه تكسر. أيوة. أي. فأنا لو بجلس بنظرة كل شخص أحللها بنهار وراح أكون بداخلي حوار داخلي بيني وبين نفسي ينهيني. لكن لو بس أركز على نفسي طب خلاص هذه مدينة غير صالحة لي بقيادتها وبرئيسها وباللي فيها، أكون في مدينة أخرى. صحيح. اكتفي بنفسك وهذا أهم شيء، عززي ثقتك بنفسك، ركزي على أهدافك. معقولة ما عندك أهداف؟ يا شيخة لو تصيرين مبدعة في الطبخ. صحيح. والناس تبدأ تشتهي طبخك وتاكله. والله جد ما أركز على نقاط أني لا ما وصلت لهالمستوى، أنا فاشلة، أنا ما أعرف أربي، أنا خسرت، هذا شيء جدا سيء. طيب خليني أسألك، يعني لو المرأة اللي خسرت الرجل قد إيش البيئة المحيطة بها تساعدها أن هي تبدأ بداية جديدة؟ هذه إذا كانت بيئة واعية. وترى كثير نساء فشلوا جت على الجرح والله، فشلوا مساكين يعني حرام. ما احنا للاسف عندنا البيئه ما تساعد، وخصوصا اذا بنتكلم عن الطلاق تحديدا. لا لا اصلا يقول لها ارجعي لو غلطان. اي عشان بيت وش تبي الناس يقولون عنك؟ طيب انا احترم راي الناس اللي انا عايشه بينهم، لكن هم جاي عايشين اللي انا عشته، هم اللي ممكن جالسين يضعفوها اكثر، هم اللي قاعدين يحسسوها بالخساره. يعني ممكن لو ما خسرت رجل فهي قاعده تخسر نفسها. لذلك انا قاعده اقول الاكتفاء بالذات. والله بيجي وقت وكل اللي حولها اللي كانوا يلومون راح يأيدونها، يقول فعلا كان خيارك صحيح. ما تقدر تقول مثلا هي تحتاج تقوي نفسها، عرفتي؟ تحتاج انها بينها وبين نفسها يكون في جلسات ممكن الايام، مو ضروري ان اكون مع احد، اختلي بنفسي، اجلس افكر. لو يكون هذا تفريغي بورقه وقلم او مع شخص فعلا مقرب لي يسمعني، مختص نفسي، طبيب. الان حتى زيارتها للاستشاري النفسي ولا المختص يشوفونها عيب. وصلت لها المرحلة يقولوا لها يا ساتر عشانها بس امرأة، يعني عشان والله سيدي. والله واحدة تقول لي أنا لا ودي يعني هي تحتاج فعلا استشاري، هي تشعر أنها تحتاج استشاري. أيه. فعلا أيه. هي تحتاج وتقول لك لا، يقول وصلت لها المرحلة. ليه استاذة لمية وش هي هذه المرحلة؟ قلت بالعكس، الآن أنت وصلتي لمرحلة تعرفين فيها نفسك. احتياجك مو معناته ضعفك، الاحتياج هي رغبة في القوة وفي البقاء وفي إثبات الذات. لكن لما أقول لا أنا محتاج شيء خلاص، روتينك اليومي تاكلين وتشربين وتصيحين وتدعين وتنامين، لا حبيبتي يا الله. طب سلفا على ذلك، ما يعني من غير الطلاق هل ممكن المرأة تخسر نفسها وهي مع رجل أصلا؟ أي لما ما تركز على أي هدف خاص فيها. أي. لما تكون كل دائرة اهتمامها البيت تحوم حول الرجل، أهله، إيش بيقولون، وإيش بلبس لهم، وإيش بيشوفون مني. حتى الكلام ترى ممكن تغيره عشانهم. أي. وعشانه. إي نعم هو يستحق، لكن وين نفسك بهالدائرة؟ أي.
ترى كل هذا ما يشوفون شيء اذا ما شافوا شخصيه ثابته وقويه وقاعده تثبت نفسها. ترى لك احترامك اذا احترمتي نفسك واثبتي وجودها في هذه الارض خصوصا قدام اولادها. اكيد فتصيرين اصلا قدوه لهم. وهو يعني كهو كرجل رجل عموما لا يحب المراه الضعيفه. مو معناتها تستقون قدامهم لا والله احترنا يا لميا مره يقول لك لا يحب المراه الضعيفه مره يجي يقول لك يحب المراه الضعيفه ما شوفي في فرق بين الرقه يا لميا في فرق بين الرقه وتودد ولطف وفي فرق بين اني قويه مستقويه لا قوتي هي احترامي لنفسي اثبات وجود في هذا المجتمع من انت عرفتي وش اقصد لكن معاه في حدود احترام انا ما اقدر اتخطى رايه حتى وان كان خطا بس على اساس ما اقول لا اني انا اقوى منك ترى ممكن ياخذ سبل ثانيه همجيه يثبت لك انه هو الاقوى. صحيح. اي فعلا. هي وقتها ما تقدر تسوي شيء. وهي ما تقدر تسوي شيء لانها غصب راح تسمع، الرجال قوامون على النساء. وكيف ممكن نناقش موضوع القوامه ده بعدين يا لا بس هو فعليا لازم الواحد يعمل موازنه. موازنه. ما بين انا اكون زوجه ومطيعه وفي نفس الوقت لا انا احافظ على كينونتي واحافظ على شخصيتي اكيد اثباتي، مجالاتي، افكاري. بالنهاية أنت لو بتقولين حتى رأيك ما تقولينه كرأي أنت دخلتي عليه خط لا أنت كزوجة وكأنثى وكامرأة تقولين له رأيك عارفة الكيان الأنثوي له أسلوبه في صحيح في إثبات الرأي فياخذ من باب التلطف حتى لو معجبه ممكن يقول لك لا هذا شيء أنت لسه ما فهمتي أو أنا وش أقصد غير لما يقول لك وش دخلك أي إيه طبعا معناته هذا أسلوبك ترى المرأة يعني انت لو بتجين كلمه مراه هي مراه هي انعكاس فلما نشوف امراه يعني قويه تصرفاتها قويه لها فكره لها ثباتها في بيتها حتى ببيت اهلها ترى هذا يرجع للبيئه اللي عايشتها كيف كانت ببيت اهلها هل فعلا يؤخذ برايها ولا شيء هامشي يكبر ولازم يتزوج وخلاص لا طبعا هو هذا المشكله لما تكون معززه مكرمه في بيت اهلها وتروح لبيئه مختلفه تماما وما يكون في حوار صريح وواضح ما بين الطرفين ما في توضيح مشكله صحيح يصير في تراكمات داخليه اكيد هي تكون متعوده على شخصيه معينه وتبدا تغيرها غصب اضطراري تماما خلينا نقول تتكيف معها ما تغيرها تتكيف تحاول تتكيف مع بعض الامور وبعض الامور تحاول تمحورها كمان بنعرف انه في كثير من الحالات اللي المراه فيها ممكن تفقد فيها الرجل يعني مو بسبب خذلان او غيره يعني خلينا نتكلم مثلا عن الفقد اللي هو الوفاه هذه اكثر مما تكسر المراه يعني تكون أكيد. هي حاسه بالسند وانها محميه صحيح. وفي نفس الوقت بسبب او لاخر ما كان بايدها طبعا للقدر ترى في اثباتات للقدر تدخل بحياتنا ما عملنا لها حساب صحيح فيقولوا لك الدنيا ما توقف على حسب مخلوق وهي ماشيه ماشيه يبقى شيء في النفس لكن يكفيك الدعاء له تربيه ابناء تربيه حسنه يكفيك انك تذكرينه بالطيب فخلاص هو ذهب فما تقدرين انت تعوقين هذا الشيء ايش اكثر ما يخوف المراه في الفقد؟ هل مثلا فقدها لحياه هي كانت متعوده عليها وفي مجهول بيستناها او انه الحياه راح تتغير عليها اجمالا لا هي اجمالا خايفه من المجهول أيوه. شفتي ابناء هذول خايفه اذا كبروا ايش راح يصير؟ ايوه أهل زوجها كيف بيكون التعامل معهم أهلها كيف بينظرون لها هل اللي كانت متعودة عليه طلعة وروحة وجاية بيصير فيه تحكم الآن مو مثل قبل خاصة في مجتمعنا فعشان كذا يصير فيه تخوف الفقد هذا يعني يزرع بنفسها شيء لسه ما صار فالناس تعزي ويتخايفة إيش راح يصير طب كيف نقدر نخلي هذه النظرة حقتها بدل ما تكون إنها خايفة من المجهول مثلا سواء كان فقدت زوجها خايفة من نظرة أبنائها أو ما إلى ذلك كيف نقدر نخلي هذه النظرة إيجابية كيف نقدر إحنا مثلا كأشخاص حوالين هذه السيدة إنه نوعيها نفهمها إنه الدنيا يعني ممكن تكون أحلى وأجمل أكيد بتكون أحلى أنا أقول لك إياها هذه الكلمة لازم تنقال بإذن الله وغير كذا أنت فكري بالآن ليش تروحين للمستقبل؟ هي مقولة معروفة اللي يفكر بالماضي يعيش بالماضي صح ويخسر حاضره ومستقبله واللي يفكر بالمستقبل يعيش دائما في شك وتردد وخوف فليش؟ خليك بالحاضر ركزي على يومك ايش راح تقدمين فيه؟ وايش راح تسوين فيه؟ على أبنائك على نفسك ابدأ رممي فيها لكن لو بتفكرين بالمستقبل ترى هذا كله ضايع اليوم وبكرة يعني اليوم خليني أفكر باليوم كله ضايع بكرة أنت خايفة بكرة ايش بسوي؟ طب إذا قالوا لي طب ايش برد؟ هذه مخاوف مجهولة مثل ما ذكرت هي خايفة من مجهول وبنفس الوقت هي في مستقبل تردد وشك وخوف خليني أركز على الآن وقلنا للقدر ممكن تخسر أبنائها ممكن إذا كانت هي خسرت أمها أو أبوها بتبدين تذكرينها بهذه الخسارات اللي تعرضت لها
فصرتي اقوى، فتحتي بيت وتزوجتي فخلاص. لم يعرف كلامك ذكرني باحدى المقولات اللي سمعتها، انه في اليابان لما يتكسر عندهم اناء وعاء اي حاجه مثلا قزاز تنكسر، صحيح، يتم ترميمها او انه يلصقوها مع بعض بالذهب. يا سلام، فعلا يا ريت المقطع هذا هو كان هو انتشر مقطع فيكون شكله جدا جميل. سلام. الكسور والجروح كلها صارت ذهبيه فترممت ورجعت. هذا اللي نقدر نقول، كل جروحك وكل المواقف اللي تعرضت لها والخسارات تساهم في بناء شخصيتك. صحيح. فبالنهايه تشكر كل الم وتشكر كل شخص وتمتل لكل جرح وخساره لانها تسببت في بناء شخصيتك. صحيح. نعم. طبعا لميا احنا نشكر وجودك معنا، شكرا على هذا الدعم. اعتقد الكثير من البيوت يحتاجوا يسمعوا منك هذه الكلمه، وخصوصا لما كمان عبير اضافت انه الترميم يكون عن طريق الذهب. شكرا لك. العفو حبيبتي. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات.